سوري برافو عليه عم خرجينا شو احسن وتحكم اكثر بالسياره. برجع اذكركم مشاهدينا بعتقد يمكن العامل كثير رح يخلي يميز الاكثر عن الثاني هو هالمقاطع السريعه بهالتراك اللي شفتوها مره للاسف هول السريعين مين بيقدر يوصل السياره بقوه من قوه لقوه ثاني مثل ما بنعرف ما عندنا توقيت كله عم نحكي عن دريفتنج وسيطره وكنترول على السياره ما بهمنا الشخص اللي روح جالس اجى بروح بالعرض بدنا الشخص قد ما فيه يمشي بالعرض هذا هو الشخص رح نلاقيه نحن هذا تعرف شو شفنا هذا؟ بعد اول كمان على المنطقة اللي هي كثير زرقاء بتذكركم على اليوتر الكبير نفس الغلطة محمد صارت مع غيره بتمنى على الكل اللي عم يسمعونا بس فوتوا على الفورم الجريب أو التماسك في الأرض بيتغير بتصير الطريق زرقاء أكثر وبتصحط أكثر بتمنى تاخدوا الحيطة والحذر عليها اوكي محمد بيتوجع على الخارج على الساحه الفلانيه من فورم بيروت